فقد سمعنا في الآونة الأخيرة، وكان الخبر لا بد أن يكون صحيحاً حيث هو المتصور سابقاً، ومفاد الخبر ولو لم يكن بالنص هو أن أمريكا أعلنت احتلالها للعراق والعياذ بالله بأمر أو بقرار من الأمم المتحدة، وهذا من الناحية السياسية والدولية يعني بقاء الجيش الأمريكي في العراق، وكذلك إمكان أن تكون الحكومة أمريكية أو مما يعينه الجيش الأمريكي، ولكن لا بد لنا من مناقشة هذا الأمر بالحكمة والموعظة الحسنة وبعدة نقاط. أولاً، أوجه كلامي وسلامي إلى كل من اتبع الهدى من الشعب الأمريكي، وإلى كل من هو محب للإنسانية والسلام منهم، وأقول لهم ألا يكونوا ممن يقبل بهذا القرار الظالم، وأن يقوموا بما يردعهم عن هذا القرار ولو بالمظاهرات السلمية فقط، فإن الشعب العراقي ليس عدوا لكم، بل من كان عدوا لكم قد زال بعونه تعالى وفضله كما هو واضح، فما ذنبنا نحن؟ ثانيا، أن القرار وإن كان من الأمم المتحدة كما يعبرون، إلا أن هذا لا يعطي الصلاحية للاحتلال، هذا أولا. أما ثانيا، فإن أمريكا تقبل بالقرار الذي ينفعها ولا تقبل بالقرار الذي لا ينفعها، مثل عدم الموافقة على الحرب سابقا. والمظنون أن عدم الموافقة على الحرب كما كان صوريا، والمظنون أن عدم الموافقة على الحرب كان صوريا فقط. ثالثا، أن اتخاذ مثل هذا القرار وإن كان فيه دولية عليهم مثل الاختصاص بالإعمار، إلا أن هذا بالإعمار والعراق قلت هي للشعب ولا يحق لأحد أن يستولي عليها بطبيعة الحال. وعموما، فأين الحرية المدعاة مما ستقومون به من سلب أموال الشعب؟ رابعا، يمكن إقامة بعض المظاهرات السلمية ضد هذا القرار وبعض الاعتصامات السلمية أيضا بطبيعة الحال، فلعل هذا يكون بابا لإلغاء هذا القرار، وإن كان المظنون أنها لا تكترث بمثل هذه المظاهرات والاعتصامات كما فعلت في بعض الجامعات والكليات والمدارس من سحب المعتصمين فيها بكل وقاحة وشدة وصلافة وعدم رحمة وعدم اكتراث بالرأي العام. فهل نحن ضد الحرية أم من يفعل بالمتظاهرين والمعتصمين من طلاب المدارس بأبشع الأمور، وهو إخراجهم من جامعاتهم وعدم تمكينهم من مداولة دراستهم وأعمالهم؟ هذا كله لأنهم لم يرضوا بالمنشورات المحرمة ولا أخلاقية، لأن دينهم وإيمانهم وورعهم لا يقبل ذلك. خامسا، أن بعض قادتهم قد نقل عنه القول، بما معناه أن الشعب العراقي سيكون من محبي أمريكا بعد التحرير على حد تعبيره تقريبا. فهل هذا العمل وهو الاحتلال موافق لهذا الادعاء، أم سيكون الشعب العراقي ضدهم بطبيعة الحال؟ وخصوصا بعد النظر بأن ذنب الاحتلال أكبر من حسنة التحرير لو كان تحريراً، إن لم نقل بأن التحرير المدعى كان مقدمة للاحتلال والعياذ بالله. سادساً، أنهم أشغلونا بأمور دنيانا لكي لا نلتفت إلى هذا الأمر وهو الاحتلال، وفعلاً فقد كان القرار على حين غفلة لو صح التعبير، ولم يعلن عنه صراحة إلى يومنا هذا. سابعا، على كل من الشعراء والكتاب
والنقاد والفنانين القيام بنظم الأبيات وتأليف الكتب والمقالات والقيام بصنع نصب مصغرة تمثل الحرب وما وقع من ظلم على العراق وأهله لكي نخلد ذلك في التاريخ فتكون صفحة سوداء بوجه كل من يريد المساس بالعراق وشعبه ويكون تسليم هذه الأبيات والكتب والمقالات والنصب أجمع إلى الحوزة الناطقة لتقوم بعرضها في معرض خاص جزاكم الله خير جزاء المحسنين وآخر موعد للتسليم هو يوم ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها من هذا العام بطبيعة الحال إن بقينا وبقية الحياة والله ولي التوفيق. ثامنا نطالب القوات الأمريكية أو قوات التحالف عموما بالخروج من العراق فورا لأن هذا حق مشروع للعراقيين وأن الشعب يحدد مصيره فقط لا غيره. صلوا على محمد وآل محمد. تاسعاً إن رفع الحصار لا يتصور أن يكون البديل عن الاحتلال أي إنهم رفعوا الحصار حتى نقبل بالاحتلال فنقول لهم كلا وألف كلا فإن الحرية لا تشترى بالذهب وهي أغلى من كل ثمن. وعموما فنحن لم نرى رفعا للحصار أصلا. عاشرا أن أمريكا ترضى بأن تكون هي المحتلة أي الفاعلة للاحتلال فهل تقبل أن يقع عليها الاحتلال أو قل منها الاحتلال فهي لم تقبل باليسير من البلاء فكيف تقبل بالاحتلال وما لا ترتضيه لنفسها المفروض أن لا ترتضيه لغيرها ممن تدعي مساعدته ونصرته وهذا واضح عقلا وشرعا وقانونا ولا شك فيه أصلا. وعموما فإن الدول الإسلامية ليس ممن تقبل بالاحتلال وليس لأحد الحق بالاحتلال لأي دولة كانت مسلمة أم غيرها وما وقع على العرب والمسلمين من اضطهاد واحتلال من إسرائيل وغيرها من الدول يستدعي التعاون مع المسلمين لإخراج المحتلين لا التعاون مع المحتلين بطبيعة الحال ومما وقع من ظلم واضطهاد وحروب ودمار في أوروبا أو حتى في أمريكا نفسها لم يكن العرب ولا المسلمين اليد فيه إطلاقا ولم يتعاونوا مع الفاعلين لا من قريب ولا من بعيد فالتفتوا إلى ذلك رجاء. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.